اهلا وسهلا اهلا وسهلا بيك راجع عشان عايز تاخد النظاره. خلاص خلاص موتي الليله. الله انت الحظ. النهارده يا جماعه هنجرب حاجه جديده عمرنا ما جربناها. هو ميكس غريب، ميكس حاجتين ببعض لسه طلع جديد اهو. هنا الاسبان يعني اللي هم اللاتينو والامريكان بيعملوا كده خلطه في بعض تحس الدنيا بتضرب. مكسيكي امريكي يعني. التاكوز تلاقيها حطوا عليها حاجات من يابان وحاجات مش عارف. المهم هتشوفوا يعني. المهم النهارده الحاجه اللي انا جايبينها اسمها حاجه اسمها كرونات، كرواسون ودونات. فسموها كرونات. هو كرواسون بيقطعوه وبيحطوا جواه دونات. طبعا انتوا عارفين احنا بنحب الحاجات المسكره او الحلويات. بالنسبه للايلا دي حاجه يوميه، وبالنسبه لمروه بصراحه حدث ولا حرج. انا بعمل ريجيم بس ريجيم. فاحنا جايبين النهارده ثلاث حاجات. جايبين واحد نوتيلا موز، مش عارف انتوا هيبان صح، نوتيلا موز بالنوتيلا حاجه كده. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. وده بالكريمه، وده بكريمه الموز، ده بكريمه الموز، وده كريمه الفراوله. كريمه وفراوله. عارف بيفكرني بايه ده؟ شفته قبل كده اليابانيين بيعملوا زي ساندوتش الكريمه بالفراوله. شبهه ده ساندوتش. بص انا لا لا ده ولا الشوكولاته، انا هاخد الشوكولاته. شفته 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 اهي. انت بتحب الفراوله؟ يا هي بتقول اسمها ايه دي؟ استنى هتقول اسمها ايه دي؟ اسمها ايه دي؟ لونا. لا دي لا، واللي فوق ده ستروبري. ستروبري طبعا لغه انجليزي. احنا بنحاول نعلمها عربي. والمفاجاه بقى يا جماعه، ان شاء الله في المدارس الجايه هتلاقوها كده بتتكلم لكم اسباني كمان. ايلا ما شاء الله يعني بتتعلم اسباني دلوقتي وانجليزي وعربي. احنا بنتكلم معاها على طول عربي. السؤال بقى اللغه ايه؟ بقى بيتكلموا معاها انجليزي. السؤال اللغه الام هتبقى ايه؟ عربي. اللغه الام عربي بالنسبه لك انت؟ اللغه الام عربي، انما بالنسبه لها هي لا، هي هتتكلم زي ربنا يستر. دي بتخبي وشها ليه دي؟ الله بص شكله ده عامل ازاي. كريمه بالفراوله وعليه سكر. خدي خدي. ولا لنا جود ولا مش جود؟ احنا ما دقناش لغايه دلوقتي. 10 دقايق قاعدين قدامها بنحاول نقنع. انا استنى بس. طيب انا هدوق بقى. انا ايه؟ انا فين؟ انا ما تدوق. لا فين ال دلوقتي بقى انا هدوق يا جماعه. سنحت لي الفرصه، سنحت لك الفرصه ان انا ادوق. انت ما فيش دم. ندوق سوا يا كلاب. ايه ايه هي حلوه. هي حلوه بس ايه بقى؟ بس حاسه ده ويبين كريم بس. وايبد كريم؟ مش عارف حاسه مخدر بتاع اللي بيعمل كده ده. لفش ده وخلاص. لو كده يعني يبقى مش عاملين كريمه مخصوص. لو كده يبقى سعرها غالي على الفاضي. لا الواحده يا جماعه باربعة ونص. بس عاملينها حلوه. انا بقى يا جماعه هجرب ايه؟ انا بصراحه ده حبيبي ده. اي حاجه فيها شوكولاته بتحط عليها موز انا ببراشق فيها. خدي الايله بتاعتك اتصرفي فيها زي ما انت عايزه. والله جامد الاول. دي بقى يا جماعه العشق بتاعي، نوتيلا او شوكولات بالموز، نوتيلا موز. دي انا من ايام ما كنت بروح انس الدمشقي في مصر في القاهره. شخطوره نوتيلا موز، شخطوره فراوله. في حاجه اسمها شخطوره؟ ها شخطوره دي تقريبا سوريه صح؟ ايوه. شخطوره اللي هي فطيره مسكره نوتيلا بالموز. هو بقى جايب لي الكريمه برده الويبنج كريم ده بالموز. فنشوف. انا حاسه ان هو كانوا كاتبين بنانا بنانا كريم، فبنانا وكريم قصدهم يعني ولا كريمه البنانا؟ ما اظنهاش صح؟ لا ويبنج كريم. وعليها بس موز. جامده يا جدعان، جامده يعني. الواحد انا مش عارف انا اتغدى ازاي النهارده بصراحه. ممكن نروح نقعد ورا بقى؟ تروحي تقعدي ورا له؟ ولا لا خليكي قاعده، خليكي قاعده هنا. لا تبهدلي العربيه. انا عارف انا حاسه طعمها دونت بس هي شكل كرواسون صح؟ هم عشان كده يعني بيقولوا عليها كده. لو سمحتي لو سمحتي خدي من قدامك لو سمحتي. بصوا يا جماعه بصوا 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 تاخد بتشير معايا. بصوا بصوا شوكولاته وايه؟ شوكولاته وبنانا. لا انا قطعتها بالنص. اديني النص. لا مش هيحصل بتاع انا وحدي. مش كويس. بصوا انا بتاعتي بقى شكلها عامل ازاي. بصوا بس كميه سكر عاليه بس حاطين عليها كمان سكر من فوق يعني. بص الشكل هي اصلا العجينه مليانه سكر. وال هو دول طعمها دونتس على فكره. وحاطين سكر مدره. يا ساتر. ايه يا بنتي؟ الله الحاجات دي بتاكل بالايد يا جدعان. دي مش عايزه شوكه وسكينه. لا ما مش عارفه كلها صح؟ عملتها زي الساندوتش كده بكره. طعمها حلو. شوكولاته والموز لازم اي حد ياكل شوكولاته يكون معاه موز. خطيره. تديها كام؟ 10؟ اديها 9. 9 من 10. والسعر؟ 8. والسعر؟ لان ده ويب كريم عادي يعني. ممكن وايب كريم عادي. وايب دي كريم عادي زي اللي جبناه احنا في بتاع اللي بتترش دي. ايوه بالظبط. مقطعين عليه موز فدي مش
مش فن صيني. مش متعوب عليها قوي بالنسبة للسعر؟ غالية طبعا. خمسة لحظة بخمسة. بالنسبة لسعرها غالية؟ بس لو حد بيعمل دايت يا جماعة أو يعني دي بالوزاويز مش بال مش بالكالوريز خلاص تعالى. تقيلة. يعني هو دونتس مقلي وعليه وايب كريم وموز وكلهم عليهم سكر كمان فوق. ده مش أكل صحي طبعا. لا. بنعود له على إيه؟ بنعود له على إيه يا أخي حرام عليك. انا مش قادر فعلا اكمل، انا بعد قطمتين مش عارف اكمل، تقيله كلها سكر وتقيله. اللي معايا دي تاخد من يعني 100 من 10. هات ما واحده بس. دوري ادوق النوتيلا. هات ما واحده بس خد. اوكي ادوق بقى ايه النوتيلا دي ونشوف. انا عندي موز لو سمحت. روح وتعالى بقى. ها يعني روح وتعالى. رحت وجيت ولا لسه ما جيتش؟ لسه رحت بس لسه. ايه ايه لا جميل. احلى واحده فيهم حلوه صح. دي عاليه دي يا عالي يا جدعان. هي اتقل واحده فيهم. اتقل واحده فيهم. شوف بقى انا بروح على التقيل على طول. يعني الثانيه اخف شويه صح. النوتيلا دي تقيله. مش وايب كريم حتى، نوتيلا بقى اللي هو اعميه بقى. بصوا من اصلا من هنا عامله ازاي. يا جماعه يعني تستحق الفلوس دي اللي معايا دي، مع انها غاليه برضه بس تستحق الفلوس. انا ادفع في اللي يستحق. انت تدفع في اللي انت بتحبه. يلا بينا نكمل اليوم بقى ولا ايه؟ هنفضل كل اليوم هنا بس يا جماعه. ده كان ريفيو سريع كده على كرونات. لا استنى، كرواسون والدونات. خد رايي انا. صحيح دي المره فاتت زعلت. يلا ايه رايك في دي؟ والله مش فاضي ترد عليكي حتى. لولا جود دي مركزه اول. ايه ده في ايه؟ افتكري ان احنا خدنا رايك عشان انت المره فاتت قعدتي زعلتي ان انت ما قلتيش الكلام في الفيديو بتاع صح. وقعدت ها جود. قولي لهم جود ولا حلوه. جود اعمل لهم كده ولا كده؟ كده ولا كده؟ هات حطيها. هتعمل ازاي؟ تعمل ازاي كده ولا كده؟ كده ولا كده؟ كده. طب هاتي بقى دي بقى مش حلوه. لا حلوه اهو بس سيبالي شويه وانا اقول لك حلوه ولا لا. بنتي على حياتك ايه. سيبالي شويه بس انا اقول لك. المهم يا جماعه ده ريفيو سريع عن الكرونات كرواسون الدونت. ميكس غريب بين الكرواسون والدونت. اما نجربه استحق التجربه. جربوه لو تقدروا. شوفكم الفيديو الجاي. شوفكم الفيديو الجاي. احنا نكمل بقيه اليوم. باي باي.